تزامنا مع احتفال مملكة البحرين مع دول العالم باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام تحت شعار إتاحة مساحات مأمونة للشباب، تستذكر البحرين ما حققته من منجزات بحرينية للتأكيد على أهمية دور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة عبر مسيرة مضيئة حافلة بالتطورات والإنجازات المشهودة. أول شيء نعلمهم، وثاني شيء نمكنهم، وثالث شيء يعني نجعل لهم اقتصاد مثل ما يقولون ملعب مفتوح واقتصاد ينمو، والاقتصاد اللي ينمو ترى يعني هذه نعمة، هذه يستوعبهم كلهم. إن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه الذي نرى في وجوههم لمحات الغد المشرق، وفي عيونهم تطلعات المستقبل الزاهر. بسواعدهم تبنى الأمم ويكتب لها المجد. إن المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا هو بلوغ المجد في ميدان الحضارة والتنمية، والذي يرتكز على تنمية طموح الشباب وتمكينهم، وهو النهج السليم الذي يؤمن به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هي استجابة للرغبة لقيادتنا الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد خاصة في هذه القطاعات. فهذا اليوم المشروع بإذن الله راح يطور في قطاع الشباب والرياضة. إن المستقبل اليوم إنما يرمي إلى هؤلاء ممن تعد لهم العدة اليوم، دعما لمسيرتهم الشبابية الرائدة وانطلاقا نحو تفعيل وتوظيف الطاقات بصورة مدروسة وفاعلة عبر مبادرات متميزة ووفق استراتيجيات حديثة. لذا يأتي برنامج استجابة الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنفيذا لما جاء في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في ترسيخ مبادئ دمج الشباب وتأهيلهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والتأكيد على ثقافة العمل الوطني في مختلف المجالات من خلال توفير الأدوات لتنمية طاقات الشباب وتوجيههم إلى الأمور النافعة لوطنهم ولأنفسهم، وترجمة لرؤى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الداعية إلى تطوير كافة القطاعات بما يعزز مساعي تطوير قطاع الشباب والرياضة بغية تحقيق الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة. أتى أساساً مشروع استجابة لطلبة الشباب، فاليوم شاب أو الشباب البحرينيين لهم طلبات كثيرة، فيا مشروع استجابة أنه يلبي كل الطلبات اللي يبيها الشاب البحريني. إحنا اليوم نسمع شنو هو الطلبات، ومن خلال برنامج استجابة نلبي هذه الطلبات بالطريقة الممكنة في مملكة البحرين. ومما لا شك فيه أن تقدم الأمم ونهضتها إنما يتوقف في المقام الأول على وعي وثقافة شبابها، وكل عمل ينجز اليوم إنما هو بمثابة صياغة فعلية للمستقبل. لذلك كانت مدينة الشباب 2030 التي حظيت باهتمام بالغ من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من صياغة حكاياتهم بصورة متطورة. مشروع أو مدينة الشباب 2030 صار لها 9 سنوات إلى الآن، تعزز في الشاب أو الشابة البحرينية المهارات هذه اللي يكتسبها بالإضافة إلى المهارة اللي يكتسبها الشاب في المدرسة. وبالتوازي مع ذلك جاءت الخطوات الناجحة
لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب كتعبيرا عن الإيمان الراسخ لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن قدرة الشباب في قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل. الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على الوصول إلى طريق النجاح، وهذا ما كان، فقد جسد أبطال مملكة البحرين شعار عام الذهب فقط الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أرض الواقع بعد أن حصدوا 141 ميدالية ذهبية منذ شهر يناير الماضي وحتى 7 أغسطس الجاري في مختلف المشاركات الخارجية سواء الخليجية أو العربية والقارية والعالمية، ليثبت لنا الشباب أن النجاح يتحقق بالجوهر وبالرؤى الثاقبة قبل أن تترجم على أرض الواقع. بالنسبة حق سامي، السيزن ابتدى بداية السنة وظنيت راح أكون من أوائل الذهب، وبذلت مجهود وحصلت الدعم الكامل وتم تفريغي وعملت أن أجيب الذهب، وأول بطولة جبت الفضة، فما استسلمت، وسمو الشيخ ناصر يعني ثقته فيني كبيرة وقال تقدر. حاولت مرة ثانية وطلعت الثاني، لكن البحرين تستاهل 10 محاولات عشان أجيب الذهب في عام الذهب. رحت المرة الرابعة في أسبانيا والحمد لله الحمد لله جبت الذهب. بداية 2018 ابتدينا في يناير بطولة أبوظبي لجراند سلام لمحترفي الجيجيتسو، ورؤية سمو الشيخ ناصر كانت حافز لنا أن احنا نأدي أفضل ما عندنا في هاي البطولة بمشاركة العديد من الدول في العالم والعديد من المحترفين في هاي اللعبة، والحمد لله قدرنا ان احصل المركز الاول في هاي البطوله. رحنا البطوله الثانيه اللي هي قبل شهر واحد بطوله غرب اسيا، الحمد لله بدعم اللجنه الاولمبيه ودعم الشيخ ناصر سمو الشيخ ناصر الحمد لله قدرنا ان نحقق المركز الاول، وبعدها على طول رحنا البطوله العربيه الحمد لله يعني قدرت ان احقق الذهب مره ثانيه لاول مره يعني في البحرين. حب الانتماء، حب تمثيل البلد، حبها الأرض الطيبة، لما تقول إحنا نبي ذهب الكل يتسابق ويتهاوش ويقاتل علشان يجيب الذهب حق أرض الذهب. لقد قطع الشباب وعدا على أنفسهم لتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات سواء العربية أو الإقليمية وحتى الدولية، في ظل ما توليه المملكة من رعاية واهتمام بشباب البحرين الذين هم زهرة نهضتها ونواة مستقبلها الوعد.